السلام عليكم، معكم سيد خالد أبي الران المستشار التقني الوطني في إطار تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للكرة الحديدية التي أقيمت بمدينة وجدة أو بأكاديمية وجدة. نهضروا على ما هو تقني. بالنسبة للإناث عرفت مشاركة 4 ديال الأكاديميات، المستوى نقدر نقول ما بين متوسط حتى لا بأس به، نظرا لأن هذا الرياضة مولود جديد داخل البطولات المدرسية. أو فيما يخص الذكور عرفت مشاركة 7 ديال الأكاديميات، ومن خلال هذه الأكاديميات هناك بعض المستويات اللي بينوها هاد التلاميذ، وبالاخص عندنا الاكاديميه ديال فاس اللي كانت فيها واحد اللاعب اللي هو كلاس 3 مونديال في بطوله العالم اللي تقامت في تايلاند وخسروا غير هكاك. فيما يخص الاكاديميه ديال الرباط عرفت المشاركه ديال واحد اللاعب اللي هو بطل المغرب في التسديد بالدقه، وبالتالي فاعطتنا واحد المستوى اللي نقدر نقول غادي المستحسن، وبالاخص من بعد ما قامت البطوله واعطتنا بالاخص في نصف النهائي اللي غتعرف المشاركه واحد المستوى اللي غادي يكون عالي وعالي جدا، ونتمنوا التوفيق في القادم ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.